كنا اخر مره او كنت اخر مره مع حضرتك على الهاتف اتكلمنا على بطوله الدوري الافريقي، والبطوله دي ازاي ارهقت الفرق اللي لعبت فيها وارهقت معظم المسابقات الاخرى كمان يعني. وسؤالي لحضرتك، وانا شايف انه ضابطه الدوري الانجليزي تعترض على البطوله المشابهه في اوروبا، بشوف رابطه الدوري الاسباني تعترض، رابطه الدوري الانجليزي تعترض مثلا على كاس العالم للانديه بنظامه الجديد، لماذا لا تعترض رابطه الانديه المصريه على مثل هذه البطولات، كون الدوله المصريه او رابطه الانديه المصريه هي من اقوى الدول اللي في كره القدم في القاره الافريقيه بتتكلم على مصر، وبالتالي لها صوت ولها قوه في هذا الامر، لماذا لا نعترض يا كابتن عامر؟ يعني يمكن احنا اتكلمنا من بدري وقلنا ان البطولات دي كلها هتبقى كلها اضرار فنيه للانديه اللي هتشارك. صح. واضرار في الدوريات بتاعتها. وده اللي حصل فعلا. وده عشان كده في المعارضه كانت من الاتحاد الاوروبي على الموضوع دوت. بالظبط. ودخلت محاكم. فاحنا للاسف دايما الناس احنا مش عارفين يعني ايه، مش عايز اقولها، يعني دايما بنقدر الناس اللي بره رغم ان احنا مش اقل منهم في الفكر خالص. انما احنا دايما متعودين اتفرجوا بره شوفوا بيعملوا ايه بره، كلمه معتاده في اي حته. رغم ان الظروف غير الظروف. انما في بالتالي احنا ارائنا اللي بنقولها بتطلع صح. الموضوع اولا واخيرا امكانيات. بره ممكن يعترضوا عشان خاطر الامور الماليه عندهم، والدوريات دي كلهم عائد كبير جدا. صح. مش عايزين يبوظوا العائد دوت، لان عندهم عائد طبيعي عالي. انما في افريقيا الموضوع مختلف. افريقيا حضرتك شايف ان مفيش نادي بيعترض عشان خاطر عايز اموال عشان يقدر يغطي المصروفات اللي عنده. ده الفرق الكبير ليه هم متمسكين بيعترضوا وليه في افريقيا كله راح لعب. فرق مادي بس اللي حصل فيه الكلام دوت. فبالتالي حصل ضرر، وشفنا مستوى الانديه الموجوده خاصة ان نفس الانديه ديت هي اللي هتوصل او 95% 99% المفروض ان هم اللي هيلعبوا في ابطال الدوري. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن عامر بعد اذنك. في اوروبا مثلا على السوبر ليج مثلا اللي كان مشروع في فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الانديه الكبيره نفسها كانت مؤيده لهذا الامر، معظم الانديه الكبيره كانت مؤيده لهذا الامر برضو لاسباب ماليه وعايزين يكسبوا اكتر. بس رابط الانديه، رابط الانديه الدوري الاسباني تنتقد، رابط الدوري الانجليزي تنتقد، رابط الدوري الالماني تنتقد، هل احنا نقدر كرابطه نعترض حتى لو الانديه عندنا عايز تلعب البطولات دي، بس احنا نعترض عشان هي تضر بالمسابقات في القاره الافريقيه وتضر بمسابقتنا كمان يعني؟ اصل يبقى القرار بتاعنا احنا مش قرار نابع من موافقه انديه او رفضها. يعني حتى الامور عندنا بتبقى اصعب، انت عارف يعني يجي النادي الاهلي كان المفروض يدرس الموضوع دوت. طيب كان من باب اولى ان هو يعترض ما يلعبش. فبالتالي ما حدش هيجبر الانديه المصريه ان هي تشارك. تقصد لو الرابطه اعترضت ساعتها الانديه المصريه هتزعل من الرابطه بقى وتقول ازاي تعترضوا؟ هتخش في موضوع تاني. صح. طب ادونا فلوس، عوضونا بالفلوس ديت اللي انتوا حرمتونا منها. هنخش بقى في موضوع تاني وقتها. طب احنا عايزين بطوله او بطوله جديده عايزين نكسبها. انت بتحرمني منها. يعني الامور عندنا بتبقى الامور مختلفه شويه. صحيح صحيح. صحيح. فبالتالي لازم نعيش يعني الواقع، انما مجرد ان احنا عايزين ننقل الحاجه اللي بره ننقلها هنا. صحيح. وما بنبصش على الحاجات الوحشه اللي بره وما بنقللهاش هنا. يعني احنا ما بنعلقش على الحاجات اللي بتحصل غلط بره، وحاجات كتير بنشوفها. يعني كان قال لك الدوري التركي ده اعلى من الدوري المصري بكتير. وفي انضباط وفيه وفيه، تلاقي اثنين رؤساء انديه بيضربوا حكام. صح. تلاقي كاس العالم الانديه المباراه انتهت واتقلب موضوع بيراميدز والاهلي، ونلاقي اللعيبه بتجري ورا بعض امبارح، واحد ضرب واحد في البوكس في وهم بيسلموا الجوائز بعد مباراه نهائيه. ايوه كان فيليب ميلو لاعب فلومينينزي محدش واقف عندها كتير. صح صح انا شفتها. ووكر مانشستر سيتي الاثنين والكاميرا راحت مغيره على طول المنظر، والراجل المخرج راح مغير المنظر، وطبعا كان الموضوع مش طبيعي. المباراه انتهت فكل الكوره هي الكوره في اي حته. صح. هتلاقي فيها الخناقات، وهتلاقي فيها التجمع حوالين الحكام، وهتلاقي فيها كل حاجه. وبعدين الناس وهي قاعده هنا تقول لك شوف ما في انجلترا والجمهور اللي بره ما حدش بيغلط في حد. طب انت هناك سامع الجمهور بيقول ايه؟ ايوه مظبوط مظبوط. فاحنا دايما بنهد في نفسنا اهو، انما في الاخر اي قاره، امريكا الجنوبيه دول بيموتوا بعض. لا يعني هنا بيعتبر دي ما فيش خناقات هنا، دي بالنسبه لنا دي ضحك. لا لا ده احنا بنهزر مع بعض هنا.
لانك عملوا لهم اسلاك شائكه طبعا ونزلوا من المدرجات بيبقى ضرب موت طبعا، مش ضرب طبعا. ده بيخش باسلحه اليه مش اسلحه بيضه كمان يعني، هناك ان شاء الله ربنا يبعد عننا، دي حاجه غلط طبعا وشرور طبعا، حاجه كارثيه مش عندنا خالص طبعا الحمد لله، مش عندنا خالص، بس هم في حته تانية يعني. انما طول ما الاتحاد الدولي بيعمل والاتحاد الكل بيحط عقوبات يبقى عارفه ان هيحصل اخطاء، صح. فبالتالي قدامها العقوبه بتاعتها.